الكره الانتر موجود في الشوط الاول، ماسك الكره الانتر موجود ومستمر في الشوط الثاني، مرور جميل وخطيره، فرصه جول، فرصه جول، جول انتر، جول. هم الارجنتينيين صناع الفرح، صناع الفرح. الانتر يفرح اخيرا ومراتي يبتسم اخيرا، والهدف تاخر كثير لكن اجى يا مراتي، تاخر كثير لكن اجى يا مراتي. الهدف يسجل عند الدقيقه 57 وميليتو مره اخرى يلعب دور البطل المنقذ. انتر جول، انتر جول، ودييغو ميليتو يسجل في وقت المعاناة الصعب جدا في المباراة، يتقدم. لكن مين اللي صنعها؟ وينك يا مارادونا؟ تتابع وتناظر وتشاهد ونجم 36 سنة يتخطى بهذه الرشاقة، يهدي كرة لوين؟ لدييغو ميليتو أمام المرمى، ما يضيع إطلاقا. بالتالي الانتر يتقدم والانتر يسجل الان، والان تغيرت الامور، الان تغيرت الامور. وعلى الزملاء الرائعين في الجزيره الرياضيه الان تتغير الاحوال، الان تصبح الامور كما يلي.